عليكم الزفلة ونتحية كل شعب الجزائري داخل وخارج الوطن. إن شاء الله خاوتي تكونوا غاية الحمد لله. أعجبنا خبر نيوز هو إصابة اللاعب الفرنكو الجزائري حسام عوار بفيروس كورونا كوفيد 19 بعد التحاليل اللي دارها النادي تاعو ليون قبيل مواجهته ضد نادي ديجون، لأن البطولة الفرنسية البروتوكول الصحي تاعها يقول بلي شاك ماتش يديروا لي تيست تاع كورونا باش يلعبوا لي ماتش، وخرج التيست ايجابي بوزيتيف، وهذا سيمنع حسام عوار سيمنعه من دعوة ديدي ديشون لتواريخ فيفا في مباراة السويد وكرواتيا. وهذه واحد الناس داروها بلي يقول لك زعما خيره، هي حقيقة خيرة وقد الله ما شاء بعد، حتى تكون إشارة لهذا اللاعب، لأنه هذه لا تروازيام فوا جو بونس ولا دوزيام فوا اللي شاك فوا الإصابات تعيقه باش يمثل المنتخب الفرنسي. ويقول الناس بكري قالوا ماشي حنا بكري كما يقولوا في الدين تاعنا، يقولوا عاش أن تكره شيئا وهو خير لك، وعاش أن تحب شيئا وهو خير لك. هذه هي تمثيل المنتخب الفرنسي، ما خرجش على عوار مسكين. ما قلنا تمنيت له قسما بالله راني صايم، لا تمنيت له حظ سعيد وحظ موفق مع الدياكا، لانه هذا خيار رياضي ونحترمه له ونحترم اي واحد، لانه هذا السيد ما سرق مال العام، ما سرق مال الدولة، ما مننا بلي غادي يجي للجزائر. الانسان ما دار اوكان ديكلاراسيون بلي كيما فقير ولا اللي غادنا الحال عليه، باسكو لعب بالمشاعر تاعنا. هذا لم يقل لا نعم ولا لا، والبعض يقول لك بلي ممكن دارها بالعاني. لا، هذه فرضية دارها بالعاني، هذه ما تاكلش. علاش ما تاكلش؟ لان هادو تيتاس تاع كورونا كوفيد اوفيسيال من لابوراتوار تاع ليون، والنادي تاعه هو اللي دار، هو اللي اعلن بلي راه فيه كوفيد 19، وكل المواقع الفرنسيه دارت الحدث. وحنا من قضيه عوار راه تهمنا، دار تفاعل كبير في المواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، لان نحبوا الخير للمنتخب الوطني الجزائري. وكما قلت تحصلنا اللي ضايع هذه الموهبه اللي تمنيناها تمثل الجزائر، ولكن نظن جو بونس با يرجع للجزائر، لانه مع لا ديكلاراسيون اللي دارها في جريده ليكيب اللي قال لهم نمد 200% من القدره تاعي في مع المنتخب الفرنسي، هاد لي ديكلاراسيون شويه تاثر عليه. وحنا نتمنوا له الشفاء العاجل، لانه انسان ولد بلادنا، ونتمنوا الشفاء العاجل. هذه كورونا نتمنوها لكل البشريه ماشي غير المسلمين، حقيقه حنا نقولوا اللهم شافي المسلمين، ولكن هذا الكوفيد راه خرب كاع في العالم. ونتمنى كاع اي واحد انسان فيه الخير ما اللي ما يكونش مسلم، نتمنوا له الشفاء من هذا الكوفيد 19. وعوار سيكون في موضع كما يقولوا يحسد عليه، لا يحسد عليه، لانه العائله تاع دوك لابيسون يقول لك شواجيت فرنسا، العائله تاعه راهم دعاو عليك. هذيك هاد سوا امور نخطو من هذه الامور البدايه ما ندخلوش فيها. ونتمنى هذا المسلسل تاع هذا القضيه تاع عوار تنتهي. نتمنى تكون راح لعب ونتهنوا، ما نجوش نحكوا عليه، انا جوج نحكوا عليه، باسكو طونك مازال ما مت في فرنسا غادي الهضره تكثر، راه بدل رايه، ممكن ما هضرت معاه، ممكن عائلته، ممكن جدوده حكاو معاه، تقعد الهضره غير فين غير هو يتمشى. ما بغينا يروح يمت في فرنسا وحنا نتهنوا هو يتهنى، وتحبس الهضره في مواقع التواصل الاجتماعي، ونفتحوا صفحه جديده، ونتمنوا ان شاء الله الخير للمنتخب الوطني، اللي حنا الهدف تاعنا هو الاساسي هو المنتخب الوطني الجزائري. حنا نحبوا الاعلام، ما ادري رانا ضد زاتشي ولا ضد فلان وضد فلتان، ولكن العالم وفرحه المنتخب الوطني هي اللي
هي اللي تدمنا كاع. ولابريف انا مع اتحادية ساتشي ما رابيت حتى ماتش مع المنتخب الوطني، لان انا راه نتفرج في كيل ناسيونال وراه نسيبوتي لاجيري، ما نسيبوتيش انا الاشخاص كيما انتقدنا السابقين، انا ننتقد في الحاليين وممكن ننتقدوا في تاع المستقبل اللي كانوا خارج الاطار. هذه هي سياستنا ولسنا تابعين لاي طرف، ومن حقنا نهضروا على المنتخب الوطني ونحضروا على الكره الجزائريه لاننا فاعلين في هذا الاخر. احنا تاريخ يحكي يهضر علينا، تاريخ يهضر، ما نهضرش انا عندي تاريخ، انا عندي ديبلاسمون دي، انا اتغلب في قياده الهاكي خاتم في سرعي ماتش ما راتيش بدراهمي، شاك ماتش نقدر نخسر اونتر 20 مليون 30 مليون اونتر 1500 اورو يفوا البين تشري 700 800 500 اورو تخسر 500 6 جور 600 اورو تاع 6 جور، وكيما نقول لك 6 جور تاع قيس قيس، ما نروحوش ل 5 ايطوال، نروحو غير الار بي ان بي وبوكينغ وتبعو المؤشر، باسكو هادي هي الكو تاع التوريست هو من تعيش ديك البلاد، ونعاونوها بلي سافاري. المهم انا خرجت لكم الموضوع، هي حسام عوار رسميا لن يشارك ضد دي جون، واحتمال كبير ما يشاركش في الـ في الـ في الـ في الاخر في مقابله المنتخب الفرنسي. مازال ما قالوا بلي ما يحضرش المقابله في فرنسا، ولكن المباراه دي جون رسميا ما يحضرهاش. من بعد اسكو يعيط له دي جون ولا جي دي جون يجيبه يجيبه المركز تاعهم، جو بونس با، باسكو كورونا اللي قاعد يدير كونفينمون يقعد في دارهم ولا في لوبيتا يدير كونفينمون، يكون ايزولي ما نظنش لا يحضر على الاقل 15 يوم او 3 اسابيع باش يعاود يتيستو. نتمنى له الشفاء، هذا ولدنا انسان جزائري، وكما نقول لك اللي كل واحد حر في الاختيار تاعه. ماذا بينا تحبس الهضره بزاف هذه تاع الحكايه على هذا عوار، والناس تقدر في بين بيناتها، بعثوا لي واحد الامور الناس يقصوا بعضهم، هذا يدل على المستوى في الحبيب، لا من جهه اخرى ولا من جهه اخرى، الانسان يطلع على المستوى، هذا غير اعلام تاع الجزائر، وهذا منتخب وطني، والناس راهي تدي في الملاير، وحنا نربحوا في العيد مع الناس باطل، نهضروا حاجه مليحه ولا سي با لا بان، الانسان ما يقدر في خوه لا منا ولا منا، الانسان يطلع المستوى ونعاودها ونكررها. احنا العالم الجزائر هو اللي يلمنا، وحنا توجو نهضروا، اللي يكذب اللي بلعط على الناس نقسم لك بالله غير نفتحه ونفتحه عادي، ومازال كاين واحد الامور غادي نوجد فيها. هادو واحد الناس كذبوا عليكم وكذبوا على المواقع على الناس، ومننا ومننا ومننا، راني جايب لهم واحد الادله حيه، الضرب شي يكون كما يقول لك ما تامنوش عقلكم، قوه يكون ضرب يكون ديريكت، باسكو ما نبغوش حنا انا نجيب لكم حاجه صحيحه ولا ما نجيش. غادي بعدين ندير لكم فيديو ان شاء الله على تصريحات وزميلي اليوم في شان 3 اللي على حول انتداب الماضي والحقيقه اللي بانت على ساعة بعد ما نفطروا إن شاء الله، نضربوا فيها قهيوة حبة عزلابية، أيا وبعدين نحكو لكم على 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 على, على زاتشي وعلى ديكلاراسيون تاع بشير وزميلي نائب زاتشي في الفيدرالية. هادي يا خوتي، عطينا لكم هاد الخبر حول ولد حول عوار، وبعدين نعاود لكم فيديو إن شاء الله حول قضية ولد زميلي وعدة أمور إن شاء الله. وأنتم في فلاجيلو، السلام عليكم.